هاي الحالة جدنا شوفه. هذا المطار نوع شمجي، نوع شمجي. اجانا المطار صاحبه يقول ما يسحب مي، فتحنا هاي الاربع براغي ما تسحب. تفتحها هيجي تتاكد هنا نظافته. ايش راح نسوي؟ راح نفتح السيت ويلف مالته، هذا السيت ويلف يدخل مي ما يطلع. من نفخنا من هاي احنا بالاختبار، من نفخنا من هاي السحب الهواء ما يطلع بسهوله. ففتحنا السيت ويلف، هذا السيت ويلف شوفه يدخل مي بس ما يطلع، واضح؟ هنا شو مخلين هم؟ مخلين شبكه، شبكة هنا حتى شنو؟ حتى يحافظون على نظافته، حتى ما يطلع حصو او وسخ يكسر لنا البشاره. لاحظ، لاحظ الوسخ اللي مجمعه. هذا شو تسوي؟ تفتحه تنظفه لازم، باع الوسخ اللي جوا تشوفونه. لاحظ هذا الوسخ، هذا كليته باوع. هاي تشيس نايلون، هذا كله ساعدنا السحب مالته. فشو نسوي احنا؟ ننظفه، لازم ننظفه، نحطها كليته ونخلي بيه مي، نغسله بحيث ماكو وسخ. ونرد نشد الاجزاء مالته، هذا المشبك هذا ضروري طبعا حمايه حتى ما يطب لنا وسخ. ونشد السيت ويلف مالته بهاي الطريقه ونرجعه المكان الصحيح. هاي المشكله راح تصير عندكم هوايه، فحتى تتجنبوها هاي طريقه الفتح مالتها، فحتى لا تقعون بهاي المطب. هذا يقول ما يسحب ما يعدل، واضح؟ المشبك والسيت ويلف ترد تشدها بنفس الاتجاه مالتها بوضعيتها الصحيحه. فحبينا نوضح لكم هاي المشكله. شكرا لكم.